الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا الصباح، وسن الحيل والزمول، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثامن الخاص بالزمول من مسافة 8 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس، والشوط الأول الشوط الرئيسي للزمول المفتوح. نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس. نسير مع أول المراكز والبداية، هنا الانطلاق الأول، هنا حليتان بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، يقدم لنا حليتان على البداية وعلى أول المراكز. ثاني الأسماء من الجانب الآخر، وصل هنا التنديل بشعار محمد بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة، وغير هنا التنديل وغير إلى أول الأسماء. ثالث المراكز، وصل هنا غياث بشعار جبر بن عبد الله الهاجري مع ثالث المراكز. رابع المراكز، وصل القادم مشرف بشعار صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري. وفي خامس المراكز، وصل القادم هنا مكتوب بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، يقدم لنا مكتوب على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والمنطلقة. وعود مع البداية ومع أول الأسماء، حليتان هنا على الانطلاق الأول بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، يقدم لنا حليتان على البداية وعلى أول الأسماء. ثاني المراكز التنديل، غادم التنديل بشعار محمد بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة، هنا على ثاني المراكز وثاني الانطلاق. ثالث الأسماء، وصل هنا غياث بشعار جبر بن عبد الله الهاجري مع ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع الأسماء ورابع الانطلاق، وصل مشرف صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري مع رابع المراكز مع مشرف. وفي خامس المراكز وخامس الانطلاق، وصل هنا القادم والمنطلق على خامس المراكز، وصل شعار القمرة هنا مع خامس المراكز، منطلق مع شاهين صالح بن حمد القمرة، يقدم لنا شاهين هنا السندباد القطري مع خامس المراكز، يقدم لنا شاهين. هكذا هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة. وعود مع البداية مع أول المراكز، حليتان هناك على الانطلاق الأول، ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، يقدم لنا حليتان هنا ممثل الخور على أول المراكز وعلى أول الانطلاق. ثاني المراكز، وصل مشرف صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري، غير هنا مشرف وانطلق واستلم زمام الأمور، وهنا يتقدم صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري مع مشرف على أول الأسماء. ثاني المراكز، حليتان بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. وفي ثالث المراكز، وصل غياث جبر بن عبد الله الهاجري مع ثالث المراكز. رابع الأسماء ورابع الانطلاق، هنا التنديل بشعار محمد بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة على رابع المراكز. وخامس المراكز، شاهين صالح بن حمد القمرة النابت هنا مع خامس المراكز وخامس التحديات. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وأرى هناك شعارات وأسماء خلف دائرة النداء والإذاعة، ترقبوها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. أعود
داود مع البداية مع مشرف هناك على الانطلاق الأول، صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري يقدم لنا مشرف على البداية وعلى أول المراكز. ثاني الأسماء وصل هنا حليتان، قادم من حليتان بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند مع ثاني المراكز وثاني الانطلاق. ثالث المراكز وصل هنا غياث بشعار جبر بن عبد الله الهاجري مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل هنا شاهين صالح بن حمد القمرة يقدم لنا شاهين على رابع المراكز. خامس الأسماء وصل مدلل وصل بن سلامة سعد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري مع خامس المراكز مع مدلل هنا على خامس. التحديات هكذا هي الأسماء. وعود مع مشرف، مشرف هنا على البداية على الانطلاق الأول منطلق بشعار صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري مع مشرف. ثاني الأسماء وصل حليتان بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. منتصف المسافة مشاهدينا متابعينا الأعزاء 4 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا مثلها 4 كيلومترات خطيرة وقوية. وهنا مشرف على البداية بشعار صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري مع هنا مشرف، ولكن غير غياث جبر بن عبد الله الهاجري يغير مع غياث على أول الأسماء ويستلم زمام الأمور هنا مع غياث جبر بن عبد الله الهاجري. ثاني الأسماء مشرف بشعار صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري. وفي ثالث المراكز حليتان ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل القادم هنا شاهين صالح بن حمد القمرة. وفي خامس المراكز قادم هنا مدلل قادم بشعار بن سلامة هنا مع خامس المراكز. يقدم لنا مدلل سعد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري على خامس المراكز وخامس التحديات. وعود هناك مع الصراع الأول ومع التحدي الأول مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. لائحة 3 كيلومترات يا الهاجري هنا منطلق مع غياث جبر بن عبد الله الهاجري مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز صالح بن حمد بن راشد آل بريص. وفي ثالث المراكز وصل هنا حليتان ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل السندباد القطري قادم القمرة هنا قادم بشعاره المميز من سطر الإنجازات ومن انتزع الرموز. هنا القمرة مع شاهين قادم شاهين بشعار صالح بن حمد القمرة على رابع المراكز. خامس الأسماء وصل العابر محمد بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري هنا على خامس المراكز وخامس التحديات. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء. وأرى هناك شعارات خلف دائرة النداء والإذاعة، ولكن أعود مع البداية مع أول الأسماء. هناك غياث جبر بن عبد الله الهاجري مع غياث على ثالث أول المراكز. ثاني الأسماء وصل مشرف صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري مع ثالث المراكز. والمسند قادم
المسند هنا قادم مع ثالث المراكز مع حليتان ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند، وفي رابع المراكز وصل القادم هنا العابر محمد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري، وفي خامس المراكز وصل هنا شاهين صالح بن حمد القمرة مع خامس المراكز. هكذا هي الأسماء، وعود مع التحدي الأول ومع الصراع الأول. غير مشرف وانطلق مشرف صالح بن حمد بن راشد آل بريس المري، والمسند قادم مع حليتان من الجانب الآخر، وغير حليتان وانطلق هنا بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وهنا البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير، ويقود لنا حليتان على البداية. ثاني الأسماء، وصل القادم مشرف صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري، وفي ثالث المراكز قادم العابر محمد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري من الجانب الآخر. رابع الأسماء، وصل هنا القادم نبراس سعود بن سالم بن علي بن متعب الصعاق، وفي خامس المراكز وصل الفايز فهد بن عجلان بن مبارك الهاجري، ولكن الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير نيسان بترول ستيشن، وهنا المسند وبن حباب، ولكن حليتان على البداية. حليتان ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، والعابر من الجانب الآخر محمد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري. ثالث الأسماء مشرف صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري، وبدأ الصراع وبدأ الانطلاق، والمسند على البداية على أول المراكز مع حليتان ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، من الجانب الآخر العابر محمد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري. غير العابر وانطلق إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى الناموس. ثانيا حليتان ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، ولكن العابر يعبر إلى الناموس ويعبر إلى النسان. بن حباب هنا يقدم لنا العابر محمد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري. تهانينا والناموس لمالك العابر محمد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري، واسعد الله صباحك. تهانينا والناموس، سلام العابر سلام، ويعبر العابر إلى الناموس وإلى الانتصار. تهانينا والناموس لمالك العابر محمد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري. راح توصل إلى خط النهاية. ثاني الأسماء، وصل الفائز بشعار فهد بن عجلان بن مبارك الهاجري، وفي ثالث المراكز وصل حليتان بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وفي رابع المراكز وصل هنا نبراس بشعار سعود بن سالم بن علي بن متعب الصعاق، وفي خامس المراكز وصل هنا إسعاف بشعار صالح بن حمد بن سعيد بن محمد العيدة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. تابعنا وإياكم العابر والتوقيت الزمني 13 دقيقة بدون أي ثواني، جزئين من الثانية. نهني مالك العابر محمد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري. ثاني الأسماء، وصل هنا الفايز والتوقيت الزمني 13 دقيقة 3 ثواني 5 أجزاء من الثانية. نهني فهد بن عجلان بن مبارك الهاجري. ثالث الأسماء، وصل حليتان والتوقيت الزمني 13 دقيقة 4 ثواني 7 أجزاء من الثانية، ونهني ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. فتهانينا والناموس للجميع.